ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه جميله جدا، وصفه مخلل. ليمون مخلل جميل قوي، انا بحب الليمون ده قوي، واكيد كلنا بنحبه. الليمون المعصفر، اللي هو الليمون المعصفر اللي احنا بنجيب له عصفر بقى من عند العطار وكده. ده دول شويه عصفر، دول 2 كيلو ليمون او اكتر، انا مش فاكره هم قد ايه بالظبط، بس هم اكتر من 2 كيلو. فانا هعمل على قد البرطمان بتاعي، مش عايزه اكتر يعني وكده. فدول ان شاء الله دول هيكفوهم، دول ب10 جنيه عصفر على حبه البركه. يعني انت بتقولي للعطار عايزه عصفر للليمون، وبتقولي له انت جايبه كميه قد ايه، فبيجيب لك بقى اي حبه على قد الكميه اللي انت جايباها. والملح بتاعنا اهو، ودي هريسه شطه من اللي احنا عملناها مع بعض. هحط بس حاجه بسيطه كده تديله طعم وريحه، عشان احنا بنحبه حر شويه. هنبدا مع بعض الطريقه وهوريكم هنعمل ايه مع بعض. احنا غسلنا الليمون مع بعض كده، ونبدا مع بعض نوريكم الطريقه. بنشق الليمونه كده 4 ارباع، مش للاخر، تمام؟ بنسيب حته فيها كده، يعني بنشقها كده 4 ارباع اهي، وبنروح حاطين العصفر في قلبها كده، نحشيها عصفر وملح، ممكن عصفر وملح اللي عاوز كده، ماشي. اللي عاوز عصفر بس دلوقتي مفيش مشكلة، برضو احنا هنرش على وش العصفر الليمون من فوق ملح اهو. تحشيها عصفر كده على قد ما تقدري، اهي شكل الليمون اهي. وبنبدأ نرصه بقى في البرطمان، هنخلصه كده ونوريكم هنعمل ايه مع بعض اهو. اهي احنا بنحب الليمون ده جدا، ابو عصفر ده. وهعمل لكم برضو طريقة الليمون التاني اللي هو بيتسلق، او الاخضر، هنعمله مع بعض، جميل برضو انا بحبه. الخيار اللي احنا كنا عاملينه مع بعض خلص الحمد لله، جميل، كان جميل قوي اهو. بص الليمون اهو شكلها بيبقى كده. هنخلص الكمية مع بعض، وهنرجع اوريكم هنعمل فيها ايه. هون عملنا الليمون مع بعض اهو، زي ما انتم شايفين كده، والبرطمان جاهز اهو، نضيف وناشف طبعا. هنبدأ نرصص الليمون في البرطمان كده، واحدة واحدة رصاصه واقف كده، عشان خاطر بنزل بقى ميته على بعضه كده، هيبقى جميل ان شاء الله. الطريقة دي انا واخدها من والدتي الله يرحمها، كانت بتعمله وانا قاعدة معاها، وتعلمت منها الطريقة دي الجميلة دي. بنرصص كده، ونروح رشين شوية ملح عليه كده من فوق كده، نفضل نرصصه على بعضه لحد ما نخلص الكمية اللي عندنا. وكل رق نروح رشين شوية ملح، لحد ما الكمية اللي عندنا تخلص. هوريكم كده شكل البرطمان النهائي عامل ازاي. ماشي، خلصنا الليمون اهو، هنوريكم بقى نكمله ازاي. هنحط الملح اهو على الوش كده، وشوية اسمها ايه، هرسة شطة انا بنسى معلش، على الوش برضو كده. وانا فاض معايا ليمون، هنعصر شوية ليمون، وهنحطهم على الوش من فوق من هنا كده. مش هنكتر هريسة شطة عشان ما يبقاش حامي قوي. بنرش كده عصير الليمون على الوش كده، كمية بقى اللي تفضل عندك عصريها، وكبيها كده على الليمون. وده القشر، ممكن انا بحطه كده على الوش زي خطا كده، عشان خاطر ما يخشلوش اي هوا يبوظه.
لما نلاقي الليمون قرب يستوي بنقلب البرطمان هو كده على وشه، بنروح قلبينه كده على ظهره شوية او كده شوية، بحيث ان هو ايه كله يبقى مستوي مع بعض، نقلبه كده شوية ونرجع نقلبه كده تاني. تمام، يا رب تكون الوصفة وصلتكم سهلة وبسيطة جدا، ويا رب تعجبكم، ان شاء الله تعجبكم، وقولي لي ايه رأيكم في الكومنتات، واللي مشتركش في قناتي يشترك عشان يوصله كل جديد، وشكرا ليكم.